عيون جل مغمرات يا حي مركب الدلايل. مرحبا ما رفعت اعلام من افوق او عدد من اضف الغيب براق على تتواصل الانطلاقات مشاهدينا متابعينا الكرام هنا مع هذه الانطلاقه الموفقه والسليمة. نسير مع أول الأشواط للجعدان المحليات على صايل ومع هتان مباشرة مع المركز الأول. لسيب بن مطر بن محمد النيادي مع المركز الأول، ولكن حصل التغيير مع الرباع لمحمد بن سالم بن ناصر بن مرة العامري أيضا ينطلق مع الصدارة والبداية الأولى، بينما ثالث المراكز أيضا والوصول مع مرسال. هناك ايضا يقدم لنا خليفة بن سعيد بن خليفة بن اخويتم العامري ايضا ينطلق مع المركز الثالث مع مرسال، بينما الوصول والقدوم مع رابع المراكز ايضا نتأخر لناخذ المركز الرابع. الوصول في هذه اللحظات الجميلة هناك مع سراب وجابر بن شعيب بن سبت ايضا مع المركز الرابع. خامس المراكز التبر سعود بن عبد الله بن سالم الجحافي، بينما الوصول مع برزان وحمد بن سعيد بن سبت الاخير. يقدم لنا برزان مع هذه الانطلاقه المتميزه والانطلاقه الرائعه والجميله. عودتنا الى المركز الاول، عودتنا الى الصداره والبدايه هناك مع هذا الانطلاق باول الأشواط المتميزة ولأشواطنا هنا أيضا الذي كانت بالتحديات والانطلاقات الرائعة والجميلة. نعود إلى المركز الأول، نعود إلى البداية الأولى هناك مع المركز الأول. هتان أزال مع المركز الأول، سيب بن مطر بن محمد النيادي مع المركز الأول والبداية والصدارة، بينما المركز الثاني مرسال هناك أيضا مع خليفة بن سعيد بن خليفة بن خويتم العامري ايضا ينطلق بهذا الاسم المتميز، اسم على مسمى ان شاء الله. بينما المركز الثالث هناك ايضا ياتينا الرباع مع شعار راع الرباع محمد بن سالم بن ناصر بالمره العامري ايضا مع ثالث المراكز، بينما رابع المراكز ورابع التحديات هناك ياتينا مع رابع المراكز هناك مع الشعيفي جابر الشعيفي بن سبت الاخيري ايضا من ينطلق في هذه اللحظات مع رابع المراكز، بينما خامس المراكز هناك برزان حمد بن سعيد بن سبت الاخيري ايضا ينطلق مع المركز الخامس. يا سلام خمسه يا اسماء
نعود إلى الصدارة الأولى، نعود إلى البداية الأولى، إلى برزان. هناك من غير مع صدارة وحمد بن سعيد بن سبت الأخيلي، من غير مجريات الأمور هناك مع البداية والمقدمة، بينما المركز الثاني أيضا سراب وجابر بن شعيب بن سبت الأخيلي مع المركز الثاني، بينما ثالث المراكز أيضا والوصول في هذه اللحظات مع مرسال مع ثالث المراكز، رابع المراكز والوصول مع هتان أيضا سيب بن مطر بن محمد النيادي مع رابع المراكز، خامس المراكز الرباع أيضا محمد أيضا ياتينا هناك مع محمد بن سالم بن ناصر بالمر العامري أيضا ينطلق مع خامس المراكز، سادس المراكز أيضا التبر سعود بن عبد الله بن سعود الجحافي أيضا ينطلق مع سادس المراكز. عودتنا إلى برزان، عودتنا إلى الصدارة وإلى المقدمة، من يبرز هناك بشعاره المتميز مع البداية والصدارة الأولى هناك مع المركز الأول، ما شاء الله اندفاع المتميز. أركز يا أبو سعيد، ركز يا خميس، يا بن سبت، يا سلام، حضور متميز رائع جميل هناك للغاية، اندفاعا هناك عن بقية المراكز، تغيير ولا أروع هناك على المقدمة الأولى، وألف ومئتين سلام. برزان يقود المشاركين مع البداية والمقدمة ما شاء الله بهذا الاندفاع المتميز والاندفاع الرائع والجميل مع البداية الأولى، بينما المركز الثاني هناك مع الشعيفي جابر بن شعيب بن سبت الأخيلي مع ثاني المراكز وثاني التحديات ما شاء الله. كيلو والمتر الأخير بدينا هنا مع بوابة العبور، بوابة الناموسي والانتصار ما شاء الله. شعيفي مع المركز الثاني، وشوف الجحافي أيضا قادم مع ثالث المراكز، ولكن خلاص برزان برزان يا سلام، الله دفع اندفاع متميز بدون أي أوامر ولا تعليمات، يا سلام، الله، رقص رائع جميل، رقص متميز مع بن سبت حمد بن سعيد بن سبت الأخيلي، يا سلام، متابعة جميلة، رقص رائع متميز هناك أيضا مع برزان بهذا الشكل الرائع الذي يفرض وجوده هناك مع أول الأشواط، معلن الفوز، معلن الانتصار، معلن التحدي مع هذا الحضور المتميز ما شاء الله. سلام بن سبت، سلام يا بن سبت، سلام على هذا الحضور الرائع والجميل مع برزان الذي يقدم هذا التحدي المتميز، التحدي الرائع والجميل ما شاء الله، 300 متر وهو على التحديات والانطلاقات، يا سلام، واعلن التعليمات ايضا على برزان، يا سلام ما شاء الله، غير هناك الى هذا الرقص الرائع والجميل، سلام يا رماح، سلام، صباح الخير ابو سعيد، صباح الخير يا حمد، يا بن سعيد، يا بن سبت، يا الاخيلي على هذا الحضور الرائع والجميل، مشكور يا خميس، شكرا خميس بن سعيد، ايضا حضور رائع، متابعة جميلة أيضا، تحدي متميز ما شاء الله، انفراد عن بقية المراكز ما شاء الله وتبارك الله. شوف الفارق بينما المركز الثاني وصل أيضا الجحافي مع ثاني المراكز التبر سعود بن عبد الله بن سالم الجحافي، بينما الوصول والقدوم مع سراب جابر شعيب بن سبت الأخيري، تهانينا وألف مبروك على هذا الفوز والانتصار. بينما الوصول هناك مع مشعل احمد بن مطر بن سعد المنصوري، ووصولنا ايضا مع هتان سيب بن مطر بن محمد النيادي، تهانينا والف مبروك على هذا الفوز والانتصار.